السلام عليكم خوتي، كيراكم دايرين لاباس؟ اليوم غادي نحكو كيما فرحت التيست على لي سكور، كيما سيتو لي ميساج سقسيتوني لي سكور الخطره اللي فاتت. غادي ندير لكم فيديو خفيف ان شاء الله، قولوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم خوتي، كيما حكينا في الديبي لي سكور تنجم تهود هنا في انجلترا وتنجم تخرج 100%. شفت بزاف الفيديو حطوهم في الاخر، قال لك تنجم تخرج في اوروبا كاينه منها، كيما اسبانيا، كيما الطليان، كيما فرنسا، كيما لا بلجيك. هادو كاع يبلعوا عليهم باسكو هادوك ما عندهمش الهيمن رايت، سيرتو لي زالجيريان كيجيو تزيرين يبلعوا عليهم. بصح في الانجليز قانون وخد اخر. لي سكال بروبليم هو الخرجه من لاجيري. لي سكال تنجم تخرج هنا في الانجليز، غادي نقول لكم علاه تنجم تخرج وكي دير باش تخرج. في لاجيري كيكون تشري ديستيناسيون ما تكونش كاينه ديبار تاعها من الجزائر، هذا هو لي سكال اللي قدير لي سكال في دوله اوروبيه. انت اوتوماتيك مش تشري، اللي تشري بي باش دير لي سكال اكزاكت هنا في الانجليز، باسكو باش هما كي تجي داخل باش يعرفوا بلي ما كاش كاع بلاد اخرى تروح لها. غادي نعطيك زوج تاع لي زيرو كيما نقولوا. غادي نعطيكم مثلا جوهانسبورغ، الفيزا تاعها سهله، هي سيد افريك افريقيا الجنوبيه، تنجم دير التاشيره تاعها سهله باش يعطوها لك في الجزائر لي زالجيريان، وتنزل دير ديبار هنا في الانجليز، دير من غاتويك ولا من الهيترو لجوهانسبورغ عادي. بصح البروبليم اللي تشوف شكون يخرجك من لاجيري، باسكو لاجيري يخمو كيما حنا، كي يكون انجان ولا تكون وحده صغيره ولا يعرفوك بلي غادي كي تدخل الانجليز غادي تهرب غادي تخرج. هذه هي كي تخرج وصلت هنا للانجليز، دوك من بعد نحكي لكم المرحله كي دير تخرج. ولا كاينه بلاد اخرى ثاني جزر اللي تابعين للانجليز مازال مستعمرينهم. مونسيرات حكيت عليها خطره فاتت. مونسيرات الفيزا تاعها سهله ثاني، تنجم انت تدخل اونلاين، غادي ندير لكم في الديسكريبشن تحت، تدخل اونلاين تنجم دوموندي تاشيره دو جور 24 ساعه يعطوها لك وتخلص $50. هذا ما كان تعمل الفورميل تاعها سهل، تعمرها اونلاين ويعطوك فيزا الكترونيك كيما تاع الترك اللي ما يعرفهاش. فيزا فيها ورقه، فيها تصويره وفيها الباركود من تحت. هذا ما كان درتها، خلاوك تخرج من الجزائر، دخلت للانجليز. قبل اسمحوا لي، قبل ما تدخل الانجليز اللي تشري بي، هذا هو السيكري. كي تشري البي اللي قدير الديكالاج، زعما شريت البي غادي زعما كدير ديبار، غادي دير كيما نقولوا الجزائر غاتويك اللي هي الانجليز، من الانجليز غادي تروح لجوهانسبورغ، تما دير الديكالاج تاع 6 سوايع ولا 7 سوايع ولا 8 سوايع، وكنت نجم دير نهار معليش ما فيها والو. نقول لكم علاه في هذاك الديكالاج باش تنجم تخرج. نقول لكم علاه باسكو في الايروبور كل عبد، كل انسان حق الانسان تنجم تقعد اكثر من 4 سوايع في الايروبور، خلوك تبوجي خلوك تدور ما ينجموش يبلعوا عليك، تنجم تخرج. وثاني باش يخلوك تخرج لو كنت عارف تهضر ليق نتايا كيما يقول لك هنا باللونجلي زنو او واي سايني هاو يو ساي، فهمت؟ كي انت كي تحكي فاهم، كي تخرج على الميغاسيون تقول انا نخرج تكون تعرف تهضر. وثاني اوسو كي تجي هنايا تكون عندك كارطة تاع الفيزا باش يكون عندك دراهم، لا خرجت وقلت لهم باغي نشري ولا توري لهم هذه كارت فيزا، تقول لهم باللي انا غادي نخرج ندير حاجه نقضي حاجه نشري حاجه، يخلوك تخرج عادي نورمال، ويخلوك تخرج نورمال وراه المشكل. يخلوك خاش عارفهم بلي عندك ديبار تاع حدهم يطبعوا لك في الجواز باش تعاود تولي، يعطوك الفيزا تاع 12 ساعه ولا 24 ساعه. هذا ما كان تنجم تخرج. وكاين عفسه ثانيه ان شاء الله ديروها، اللي غادي يزيد يطلع كي يشري بي يشري ديبار زوج تاع لي زاروبور، يدير ديبار ديفيرون وخد اخر، زعما كاين غاتويك وكاين هيترو، هادو زوج كبار في الانجليز. تسمى انت تنزل في غاتويك ودير ديبار تاعك من الهيترو، تسمى اوتوماتيكمون غير تخرج، يخلوك تخرج عادي. وكون كنت عارف تهضر تخرج تقدر بالطياره وتروح نورمال، بزاف خلاهم يخرجوا، تخرج نورمال. هذا هي اخوتي الانجليز ماشي كيما اوروبا، مازال راهم الوايا مازال يخلوك تخرج، هي كلش على الهضره، تعرف تحكي يخلوك تخرج نورمال. نعرف الغاشي خرجوا، كانوا يديروا لي سكال على دبي في الاواخر التسعينات خرجوا، في لونديمي راهم يجوا على لي سود افريك راهم يخرجوا، بزاف الناس خرجوا، تشاينا خرجوا، تلاقيت مع واحدين بزاف، الفول تاع تشاينا ثاني خرجوا، خاطش ما عندناش الفول من الجزائر، بزاف خرجوا. دروك غادي نروحوا اللي عندهم ريزيدونس في اوروبا، اللي يكون عنده ريزيدونس في اوروبا يحوس يعطيها، اوروبا يعني الوراقي تاع الطليان ولا الوراقي تاع اسبانيا، تكون عندك اقامه. كاين بزاف اللي عايشين في اوروبا ما يعرفوش، يا خوتي لي لوند راهي داخله في الشنغل. ما كاش الفيزا تاعها باسكو تو عندك ريزيدونس نجم تدخلها، يخلوك تدخلها في حالة ما تشري البي الي روتور ودير ريزرفاسيون تاع لوتيل شحال باغي تقعد تماك، زعما كلوك عايش في اسبانيا باغي تروح ليرلاند، دير ريزرفاسيون تاع لوتيل 5 ايام 6 ايام على حساب البي تاعك، باش كي تدخل في الايروبور في الايميغريشنز غادي يدوموندوك وراك جاي، تنجم تقول لهم نجي في لوتيل غادي نجي نحوس 5 ايام، مانيش في حبسك، غادي يخليك تخرج نورمال، غادي تخرج عادي بالاخرى بالكسمو، خاش على باله بلي غادي راك قاعد في لوتيل وعندك ريزرفاسيون لوتيل وراك رايح بلاصه وعندك البي تاعك باش عاود تولي، يخليكم تخرجوا نورمال ولا يخليك ولا ما ولا هي تخليك ولا فاهم، تخرجوا عادي نورمال. هذه اسهل حاجه
باش تعطيها. ولا دخلت ليرلوند وما عجبتكش ليرلوند، هادو اللي باغي يحوسوا يعطوها يعني حال انا نحكي معانا اللي يحوسوا اللي يجوا للانجليز من اسبانيا ولا تكون عندها اقامه، ولا بغيت تعطيها من تماك تنجم تطلع تجي حتى لندن، تطلع الليق لك ديرها باروت ما تقطعش البحر، نصحك ما تجيش في البابور اللي يفوت على ليفربول يحط في الاخر، الليق لك تطلع باروت الليق تطلع من الفوق وتجي مهود على سكوتلاند وتجي مهود ليفربول وتجي مهود حتى لندن، تفوت عادي مكان للان ما كاش بريفيكاسون، مازال ماش كاين البريفيكاسون، تفوت عادي نورمال. هذه هي خوتي اش غادي نقول لكم، هذا هو جاسبر رديتكم على السؤال، وكاش حاجه خوتي ولا عاودوا ارسلوا لي ميساج ولا عاود لكم فيديو جديد خوتي، الله يحفظكم والله يسهل، السلام عليكم.